مسلسل حميد ونوير مع إبراهيم الدوسري وهيلة الفراج. يا نوير يا نوير يا نوير لبيه. كم باقي على ذاني نوير؟ ساعتين. نوير يا نوير لبيه. وراس ما تردين انت يا مرة؟ عجز وانت ما غير تنادي فيني نوير نوير. كم باقي على ذاني يا مرة؟ اللهم اني صايمة يا كيري. كم باقي على ذاني يا مرة؟ باقي ساعة وربع. ايش الوقت اللي ما يمشي؟ ما غير تبطح بذا الصالة وتفرج لي على ذا المسلسلات وذا البرامج. أقول كم لي شغلت كم لي شغلت ورا ما تقوم تساعدني زي حالك حال رجال السنعة. أنا جاي من دوامي تعبان. المرأة السنعة ما تشوف يوم رجلها جاي من الدوام تعبان تقول له أدخل مطبخ. هذا أبو محمد جارنا تقول لي أم محمد إن أبوهم ما غير مغسل ذا الحوشة ومنظف لهم ذا. أبو محمد يدخل المطبخ؟ إيه دخل المطبخ وسوالهم ذيك الكبسة السنعة. لا لا وأنا ذايقة منها نقصة أرسلت لي إياها قبل أمس. أقول أضربيها ريس. أضرب هريسي آخر ما بذنك معي؟ ما بذني ماي ولا أني بداخل المطبخ. بسم الله بسم الله توكلنا على الله. هذا الهريس وضربناه. أوه يا يدي تقطعت يا هي طاحت يديني. حسبي الله عليك يا محيمي عورت ذي يديني. هذا ضرب الهريس للرجال والله ما هو بلنا. هذه القيمات. بسم الله بسم الله يا إله إلا الله يا محيمي دلحق على يدي انكبر عليها الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم يا بنت وش تصرخين وش صاير؟ انكبت علي الزيت انكب علي الزيت الحقني القيمات ما عدت تاكل القيمات. جات شيء؟ ايه انكبت علي يدي طالع. أشوف, اشوف اشوف شوف شوف. لا إله إلا الله انت ما تنتبهين يا وين. السلامة اولا. سلامة اولا. انا اقول لك قوم اضرب الهريس ساعدني وانت ما تبي تساعدني عجز وانا اقول لك بسم الله عليك. بسم الله عليك. يلا ودي المستشفى قوم. خلنا اجيب لك كريم ولا شيء ما في وقت المستشفيات كلها الحين ما بحول. اجل جيب لي كريم السمسم بين الصيدليه. ما بيقول كريم السمسم ذا. كريم السمسم معروف ذا زين ذا ما بيقول اسمه دعايه. يلا يا كريم صبرني على المجنون اللي عندي. انا بجيب لك معجون اسنان ما عندي غيره. اقول لك وش معجون اسنان تبي ديني تبيض يصير ابتسامه افضل ترى ما نحط وانت الحين اذا سمحت ترقه وتستظرف ادري عنك بعد تقول لي معجون اسنان تحط على اليد. لا بس باين روحك اليوم ونفسيتك زينه في المطبخ. ونفسيتي زينه وانكب على اقول لك ما ابوه القيمات اليوم ما راح يمديني اسوي لكم اللي انت حرقت. ما انت القيمات اللي تصلحين وتقل جنين في بطن امه. وش القيمات اللي اي لو انت واقف معي في المطبخ وضاربك ذا الحار كان ما قلت ذا الكلام. لا اله الا الله والله بسم الله. اول شيء بسم الله عليك يا مره. لا اله الا الله. ولعد تحوسين بالزيت ما حد يعبي القدر زيت. صالحه ابيها تنقلي بسرعه ما العجله ما يبزين ما غير انت 24 ساعه. كم باقي وكم باقي. خلاص ابى ساعد تضرب الهريس. ابى اضرب الهريس ايدي طاحت وبزين قهوه وصلح السمنه. يلا كل يوم ان شاء الله اني بدخل معك بس ابي بس صراخ ذا تخفينا. توعدني باذن الله. وعد ولا ابو محمد مو بحسن مني كل يوم داخل مطبخ. اي والله ترى ما حريمه ما غير متنفذ ذا اليدين وضرب ذا الهريس وكل يوم الثاني مرسل لي نقصه. ودي يوم ارسل لهم نقصه ما نبقى قادر. واشوفه مبسوط دايم اقول وش ذا الرجال اللي وش عنده في البيت مبسوط كل يوم. اي عشان تعرف لان هذه راحه ان التعاون داخل البيت الله يهديك. الهريس علي والقيمات عليك. خلاص تم. والقهوه علي والتمر علي. والمرقة تدخل قهوة في التمر. لا كان أنا بقسم الجدول كامل. قسم الجدول أنا بد أنت فصل وأنا ألبس اللي فيه بصل عليك. أبشر خلاص قضينا. مسلسل حميد ونوير مع إبراهيم الدوسري وهيلة الفراج.